ليبعد الكرة الماضية المطوع المطوع يعلي كرة والكرة بالراس والكرة جول والكرة جول 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 أزرق كويتي 2-2 ما فيش حد أحسن من حد هو الكويت الكويت فعلها الموهوب فعلها فهد لانيزي ويظهر فعلا ويسجل أول أهدافه في البطولة هذا اللاعب الشاب يتألق الآن ويسجل في مرمى المشهر في مرمى الآن علي لاحظ 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 الكرة الماضية ولاحظ الكرة اصطدت في الحارس ثم القائم ثم المطوع ثم في الشبكة الخضراء البيضاء في الشبكة العراقية الأزرق أزرق أزرق التاريخ أزرق الأيام الغابرة أزرق الأيام الحاضرة إن